عايزين بقى شابوه تاني في تطبيق القرارات وتطبيق القوانين. يعني عايزين نطلع نقول مليون شابوه ان احنا طلعنا قرار او طلعنا قانون وبنطبقه. من كام يوم كده احنا كلنا فرحنا انه بقى في قرار دلوقتي انه حظر سير النقل التقيل على الدائري من 6 الصبح ل 12 الظهر، وان ده هيبدا من 15 سبتمبر. عربيات النقل التقيل اللي تزيد حمولتها عن 5 طن او اكتر في الطريق الدائري حول القاهره الكبرى مش هيكون مسموح لها تمشي زي ما قلنا من 6 الصبح لغايه 12 الظهر اعتبارا من يوم 15 سبتمبر، وانه القرار تم نشره في الجريده الرسميه امس الاربعاء وهيطبق على كل من قاد مركبه بمخالفه لهذا القرار وما الى ذلك. انا ليه بقى قلت الكلمه الاول بتاعه انه عايزين نقول شابوه على تطبيق القرار او تطبيق القانون؟ لانه موضوع منع سير النقل ده مش جديد على فكره. احنا اوريدي يعني هو بالفعل في قرار منع سير النقل بقاله سنتين، ولو تفتكروا حضراتكم من حوالي سنتين كان في حادثه كبيره جدا وراح فيها ناس كتيره جدا على الدائري وطلعنا كلنا في الاعلام واتكلمنا عليها، وكانت حادثه بسبب عربيه النقل. وبالتالي بس التطبيق ده اللي عايزين نطمئن. يعني عارف حضرتك لما تطلع تبقى ماشي مثلا من 6 الصبح ل 12 الظهر وتلاقي عربيه نقل تقيل انت بتزعل، بتقول طب يعني بنطلع قرارات ليه عشان ما تتطبقش؟ خلونا ناخد هاتفيا معالي سياده النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنه النقل والمواصلات بالبرلمان. اهلا بحضرتك يا سياده النائب. اهلا بسيادتك واهلا بالاستاذ المشاهدين. انا يا فندم ما اعرفش ده كان قانون ولا قرار، بس انا فاكره كويس من سنتين كان في حوادث كذا حادثه ورا بعض على الدائري تحديدا، وبعدها يعني انفعلنا قوي كلنا وفاكره ان الحكومه طلعت قرارات في ذلك الوقت وقالت ممنوع سير النقل التقيل في اوقات معينه، ومع ذلك يا فندم كل يوم كنا بنمشي ولغايه دلوقتي بنلاقي النقل ماشي في المواعيد دي. فنطمن ازاي؟ دي حقيقه لان ما كانش في، بس نتفق الاول ان احنا ما كانش عندنا الطرق البديله، انما الحمد لله دلوقتي بقى عندنا 7000 كيلو طرق جديده مربوطه ببعضها، يعني ضعف كميه الطرق اللي موجوده في مصر. يعني حاليا نستطيع ان احنا ننظم العمل المروري زي القرار اللي طلع في عدم مرور مركبات النقل الثقيل ده، لان طبعا انت عارفه حاجتين بيحصلوا يوميا هي الحوادث المتكرره زائد التفتي في المرور الغير عادي اللي احنا فيه. هذا القرار لما يتم تفعيله والرقابه عليه بتنفيذه هنستفيد منه ان احنا حققنا نسبه امان للمواطن في تقليل نسبه الحوادث، نمره اثنين حققنا السيوله المروريه اللي ممكن تقلل معانا الوقت والجهد والجاز والبنزين اللي احنا بنستخدمه او بنستهلكه يوميا. فالقصه كلها محتاجه ان وزاره النقل بالتعاون مع الداخليه هي تفعيل القرار وتنفيذه بالفعل على الارض. طيب حضرتك اشرح لي كده يا فندم بقى لو سمحت دور وزاره النقل. احنا دلوقتي عايزين نتكلم جد، عايزين نعرف دور وزاره النقل ايه عشان القرار ده يتطبق، ودور وزاره الداخليه ايه؟ هي وزاره الداخليه طبعا المنع والرقابه اللي على الطرق ده دور وزاره الداخليه. دور وزارة النقل هي الإرشادات والتعليمات، ماشي، لأن هذه الطرق لا تستخدم إلا كذا وكذا وكذا وكذا. طيب سؤال يا سيادة النائب، سؤال تاني معلش، لأن الموضوع ده طبعا مهم جدا وكلنا بنتكلم عليه. سؤال تاني دلوقتي، هو ده قرار مش قانون، فممكن حد هنا يقول لك طالما قرار مش هيبقى يعني فعال قوي زي لو كان قانون. لا مش قصة قانون، القانون ده بينظم عمل يعني اكتر من الـ 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 يعني ايه عمليه المرور كلها زي قانون المرور الجديد وخلافه. انما عمليه التنظيم على الطرق دي خاصه بضمان سلامه الطرق والحوادث بتخص وزاره النقل وزاره الداخليه، وهذا القرار صدر من يعني تفعيله مروريا وفقا لاليات القانون اللي موجود بقى. العقوبات اللي موجوده اللي بقانون المرور واللي لدى وزاره الداخليه يتم تطبيقها على المخالف لهذا القرار. طيب قانون مرور، بس السؤال معلش هنا يا فندم الاول، هو القرار بحظر سير النقل الثقيل على الدائري من 6 الصبح ل 12 الظهر؟ سيره من 6 الصبح ل 12 الظهر. 12 الظهر يا فندم، 12 الظهر يا شباب. وبعدين احنا عايزين بقى ايه؟ احنا طالب ان هو يستبدل الطريق بالطريق الدائري بالطريق الداخلي، لان يعني بقى عندنا بدايل. احنا نستفيد بالطرق السريعه الجديده استخدامها للنقل اكثر على اساس ان احنا نيسر السيوله المروريه داخل القاهره. يعني القرار ده جاي في توقيت دلوقتي لانه النقل عامل شغل، موسع طرق، عامل كباري جديده،
خلاص حتة ان احنا كلنا نبقى مزنوقين في منطقة محددة فالنقل مضطر يعدي منها دي مش موجودة دلوقتي. طيب ودي ده بيترتب عليها ان انت وقت زائد استهلاك الجاز والبنزين. طيب سؤال اخير معلش يا سياده النائب، قانون المرور الجديد اللي لسه عندكم في البرلمان اخباره ايه؟ لسه لم يصدر بعض، يعني سيتم مناقشته في طور الانعقاد الرابع ان شاء الله. طيب ما فيش اي بوادر ليه لسه؟ ما فيش اي كده؟ لا هو كان في مناقشات بتتم في لجنه الدفاع والامن القومي وما زال، يعني اعتقد ان في جلسات كانت خاصه دي في الفتره الاخيره. طيب ان شاء الله قريبا لما تبداوا كده وترجعوا تناقشوه نبقى نقدمه برضه ونناقشه ان شاء الله في مساء قادرين معانا. شكرا حضرتك سياده النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب.